كي شفت بعينيا زدت أتأكد باللي بلادنا صح شابة بزاف، خاصة بعد التجربة الأخيرة اللي كانت مختلفة عن المرات اللي فاتوا. استمتعنا بزاف بالغابات والبحيرات الشواطئ ومناظر طبيعية وتنوع غابي وحيواني كبير، يخليك تتأكد باللي بلادنا صح شابة بزاف. بعد أشهر بدون سفر قررنا هذه المرة نديرو زيارة لأقصى الشرق الجزائري إلى الطارف بالتحديد، واحدة من أجمل الأماكن اللي زرتها في حياتي. رح أشارك معكم بعض اللقطات ونخليكم تشوفوا على واش راني نحكي. عجبتني الطرف بزاف، خصوصا الطبيعة والبحيرات الساحرة في القالة. تأكد أن بلادنا جنة، لكن تحتاج نزيد نحتاني بها والأماكن اللي مثل هذه.